يعقد العراق مؤتمرا تأسيسيا لانطلاق ملتقى العلوم الإنسانية والاجتماعية للعام الثاني على التوالي. وزارة الثقافة الجهة الراعية للمؤتمر استضافت باحثين وأكاديميين تعزيزا للدور الأكاديمي والحوار في دعم التماسك الاجتماعي وإرساء السلام، بالإضافة إلى تطوير خطاب المؤسسات الاجتماعية والأكاديمية على حد سواء. هدف وزارة الثقافة من تأسيس هذا المؤتمر هو أنها لأول مرة تدخل مضمار المؤتمرات العلمية الأكاديمية. تحاول وزارة الثقافة أن تسلك سلوكا جديدا في أنشطتها، ولا تقتصر فقط على المهرجانات الفنية والتشكيلية وغير ذلك، بل تدخل مضمار العلوم الاجتماعية والإنسانية بشكل رصين، وتدعو أساتذة وعلماء اجتماع عراقيين من داخل العراق وخارجه. باحثون وأكاديميون أشادوا بهذه الخطوة، لا سيما وأنها تأتي برعاية رسمية وحكومية، وسط دعوات لتوسيع هكذا ملتقيات عبر استضافة معنيين في الفكر والثقافة من خارج البلاد خلال الأعوام المقبلة. العلوم الإنسانية والاجتماعية هو ميدان أصبح موضع اهتمام مراكز البحوث والدراسات في العالم حقيقة، وفي الدول العربية كذلك. أن تتبنى وزارة الثقافة هذه الفعالية وهذا النشاط وللمرة الثانية، وربما هذا يعتبر تأسيسي، أعتقد هي مبادرة مهمة جدا نحتاجها الآن في هذا الوقت. كإدارة حكومية معنية بتنمية الإنسان ونهضة المجتمع، ماخذين على عاتقنا أن نتناول هذه المشكلات اللي يواجهها المجتمع، يواجهها الفرد. عندنا مؤشرات نعتقدها خطيرة، أردنا أن نشرك الباحثين وعلماء علم الاجتماع في دراسة كل من هذه المشكلات. وقد لاقت العلوم الإنسانية والفكرية إهمالا في العراق استمر لعقود، فيما يرى معنيون أن ظروف البلاد التي واجهت دمارا كبيرا أضرت بالإنسان قبل العمران تحتم إتاحة فرصة للفكر المتنور للمرور على وقائع مختلفة. من بغداد، صابرين كاظم، العراقية الإخبارية.